موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال الشيخ سعيد رحمه الله: هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء. أحدها كونه شاهدا، أي شاهدا على أمته بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. فالمبشر هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم. وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذر هم المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل عياذا بالله. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك، يعني القرآن والسنة قد اشتمل على ما يحبه الله ويرضاه والطريق الموصلة إلى مرضاته وسبيل النجاة من عذابه سبحانه وتعالى، اشتمل على أمور العقائد والإيمان وأمور الأحكام والأعمال. الرابع كونه داعيا إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام، وذلك كله بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه الصفة الخامسة كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة
وأحكامه الرشيدة، وقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ذكر في هذا الجملة المبشر وهم المؤمنون، ذكر في هذه الجملة المبشر وهم المؤمنون. وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير أي العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم. وهذا من جملة حكم الشرع، كما أن من حكمه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه أو يرهب منه ليكون عونا على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفر فجر في الباطن وأيضا الكفار ظاهرا وباطنا، نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعتهم وحذره ذلك فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي في كل أمر يصد عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي هذا أذاهم بل لا تطعهم، ودع أذاهم فإن ذلك جالب لهم وداع لهم إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله، وتوكل على الله أي في إتمام أمرك وخذلان عدوك، وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. في هذه الآيات التي ذكرت هذه الأوصاف فيها دعوة لنا للتحلي بما يصلح لنا منه التحلي به، هذه الصفات الكريمة البشارة، لا ننفر الناس بل نبشرهم بثواب الله إنهم عملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك نحذرهم من عقابه إنهم عصوه، كذلك التيسير للتعسير، كما في حديث أبي موسى لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إلى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هكذا كل داعية وكل داع يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى جماعته، وإنما يدعو إلى الله إلى دينه وشرعه، يدعو الناس إلى العمل بطاعة الله وترك معصية الله سبحانه وتعالى، وقد أذن الله عز وجل بذلك وأحبه، فلا ينتظر إذن أحد من البشر من الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون الدعاة من نشر الدين، فهؤلاء لا طاعة لهم. ووصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير وهي الشمس، وذلك لما معه من النور الذي استنارت به قلوب العباد، وهذا أمر ظاهر، فإنك تجد هذا النور لا زالت آثاره باقية إلى الآن منذ أرسله الله عز وجل وبعثه، كما جعل في قلوب أصحابه وهم قد قاموا بنشر ذلك في البلاد وفتح الله عز وجل بهم البلاد، ولا زالت آثارهم موجودة في من أسلم على أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل مسلم اجتهد في تعلم الكتاب والسنة له حظ ونصيب من هذا النور في القلب وفي الأعمال التي يقوم بها وفي دعوته إلى الله ونقل هذا الخير إلى غيره. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وهذه إحدى الصفات التي تقدمت التبشير، يبشر أهل الإيمان بالخير والفضل الكبير في الدنيا والآخرة، هذا يحفزهم وينشطهم للعمل بطاعة الله من أعظم أسباب الثبات على صراط الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين، والمنافق كافر لكنه يبطن هذا الكفر،
والعياذ بالله تعالى، يظهر الحب للإسلام وأهله ويبطن العداوة والعياذ بالله والبغض، وهم في الدرك الأسفل من النار، وهو نفاق أصغر وأكبر. ومن أمارات النفاق الأصغر: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد فجر. فمن كان فيه صفة من هذه الصفات وخصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، وإذا اجتمعت في العبد كان منافقا خالصا والعياذ بالله. ومن تساهل بها ربما أدت به إلى النفاق الأكبر والكفر والعياذ بالله. ولذلك يجب على المسلمين أن يحذروا من النفاق والمنافقين والكافرين، فلا طاعة لهم ولا حب ولا موالاة، ولا يتخذوا بطانة لأهل الإسلام، لا تتخذوا بطانة من دونكم والعياذ بالله، لأنهم يريدون الشر للإسلام وأهله. ودع أذاهم، لا يؤذيهم أهل الإسلام طالما لم يحاربوهم ولم يقاتلوهم، وتوكل على الله، فالله عز وجل يحفظك ويحفظ كل من توكل عليه من شرورهم. لماذا؟ لأنه الكافي، كفى بالله وكيلا لمن توكل عليه وأحسن تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.